الجديد أنك محبوبا لدى السعوديين، السعوديين كلهم منافسون نصر قبل محبيه، يحبونك بقدر ما تحبهم وزيادة. صرحت بمحبتك كثيرا بالقول في أكثر من مرة، وبالفعل بالفعل الثوب الذي تلبس، السيف الذي ترفع، العرضة التي تعرض، القصة التي تروي، الموقف الذي تقف، القهوة السعودية التي تشرب، الإيمان الذي تبدي، كل هذا يحفظه السعوديون، يحفظونه لسبب، لأن في عقيدتنا السعودية نجل الرجال الأوفياء، الرجل والرجولة هي المقياس، تعريفها لدينا هي الفعل، هي المواقف، هي الوفاء. وجدت في المملكة العربية السعودية ما كنت أبحث عنه، التقدير والحب. كريستيانو رونالدو الغني عن التعريف بهذه الكلمات وصف الأجواء في المملكة، يسجل الأهداف ويلعب بشغف وكأنه ابن 20 عاما وهو يقترب من 40، لكن وراء كل ذلك قصة لها وجه مؤلم لا يعلمه الكثيرون. السر في الجماهير العربية عامة والسعودية خاصة التي أحبت رونالدو في أقل مساهمة تهديفية للفريق الذي يمثله، فلماذا كانت تكرهه الجماهير الأوروبية بل حتى البرتغالية؟ رافقنا في هذا الفيديو لنروي لك الوجه الآخر لمعاناة رونالدو مع الجماهير الأوروبية. البرتغال لم تحب رونالدو. عاش كريستيانو رونالدو مسيرته كلها في وضع دفاعي، من التقليل والتشكيك للهجوم ووضعه في خانة المدافع أو الكوماندوز. قال رئيس الفيفا السابق بلاتر، والذي مهما فعل سيبقى في المرتبة الثانية بعكس ما وصف به ميسي، بأنه الولد الذي تتمناه أي عائلة في العالم. في عام 2017 في استفتاء للشعب البرتغالي عن أفضل أسطورة كروية أثرت في تاريخ البرتغال، 40% من المصوتين لم يختاروا كريستيانو رونالدو واختاروا فيغو وأوزيبيو. هل لك أن تتخيل؟ البرتغال قبل رونالدو كانت مثلها مثل جزر فارو والسويد وصربيا. البرتغاليون أبناء بلده لم يتوقفوا عند هذا الحد، ففي واقعة أخرى عندما نادى جمهور البرتغال باسم ميسي في المدرجات في مباراة في قلب لشبونة، فهكذا هي الأمور عند رونالدو. الجمهور الذي يدافع عنهم في المحافل الكروية ويجلب لهم الألقاب يتغنون بمنافسهم. في عام 2015 خرج لويس فيغو نجم البرتغال السابق بتصريح يقول إن أرقام رونالدو وإنجازاته طوال مسيرته لا تمثل البرتغال، هي فقط تمثل رونالدو، لتخرج إشاعات أنه غير مرغوب فيه من البرتغال أو سبورتينغ ناديه القديم، وأن ليس له مكان أو الإدارة ترفضه، لكن الحقيقة هي أنه فقد الثقة أساساً في مجتمعه وبيئته وموطن نشأته الذي بسببه أصبح البرتغال قيمة على الخريطة العالمية لكرة القدم. الأجواء صعبة في اليونايتد. في مرحلة اليونايتد الأولى وفي تصريحات لرونالدو نفسه قال إن السير هو الشخص الملهم له وما إلى ذلك، وفي نهاية كلامه قال شيئا لم ينتبه له أحد، قال: لقد كانت الأجواء صعبة في مانشستر، أنا محظوظ لتواجد شخص مثل فيرغسون بجواري، ولم يسأل أحد ما هي الأجواء الصعبة هذه. فرونالدو نجم الفريق وأكبر مساهم في دوري أبطال في تاريخهم ولديه بالون دور، فالمفروض أن تكون الأمور مثالية، لكنها لم تكن كذلك. لماذا العالم يكره رونالدو؟ في تقرير على موقع بليتشر ريبورت في عام 2008 بعنوان لماذا العالم يكره كريستيانو رونالدو؟ التقرير شرح الأسباب التي تجعلك تكره رونالدو كأسباب غير منطقية ومستفزة وتافهة وأشياء لها علاقة بطريقة لبسه وقصات شعره وأنه أناني ولاعب فردي. ويذكر التقرير أن في عام 2007 كانت أكثر كلمة تم البحث عنها بخصوص شيء له علاقة بمانشستر يونايتد في محركات البحث كانت I hate Ronaldo، أنا أكره رونالدو. هذه هي الكلمة التي تم تداولها أكثر من البحث عن نتائج الفريق أو أخباره أو انتقالته.
رونالدو كان يعامل من قبل الإعلام في مانشستر على أنه مسخ مكرر من بيكهام، ومجرد لاعب يحب الشو وإعلانات وقصات الشعر، وليس له تأثير رياضي حقيقي، هو فقط دور إعلاني وعلامة تجارية. لذلك لم يكن محبوبا في غرفة الملابس لأن سير فيرغسون أعطاه وضعه وحجمه، واللاعبين لم يكونوا مرتاحين وكانوا يرونه مجرد لاعب استعراضي. وكل هذا يفسر كلامه عن الأجواء الصعبة، ويفسر لماذا هو متعلق دائما بفيرغسون، ولماذا حول مسار مسيرته من السيتي لليونايتد بمكالمة هاتفية من السير. العلامة الفارقة مع فلورنتينو بيريز. بعد ذلك انتقل كريستيانو رونالدو لمدريد كنجم متوج بعدما تعاقد الرئيس رامون كالديرون معه، لكن بعد ذلك بشهر استقال كالديرون وتفاجأ رونالدو برئيس جديد فلورنتينو بيريز الذي لم يكن مرحبا تماما به لأنه ليس الرجل الذي اختاره، وكان بيريز سيدفع الشرط الجزائي لرونالدو ويتخلى عنه لولا تدخل المدير الرياضي للريال خوخري ألدانو. وفعليا لولا أرقام كريستيانو رونالدو وإنجازاته ومدى تأثيره الفني كان من السهل أن نجده خارج مدريد بعد موسمين أو ثلاثة. لكن رونالدو يسأل نفسه أيضا، لماذا لم أرى التقدير الكافي؟ فأنا أحسن لاعب في العالم وصاحب البالوندور في ذلك الوقت. في موقف آخر، وهي صافرات الاستهجان من جماهير ريال مدريد في أكثر من مباراة عندما قل مستوى رونالدو وصام عن التهديف لثلاث مباريات متتالية، ليضع مرة أخرى رونالدو في موقف دفاعي وشعوره بأنه غير محمي من الخارج. ليطرح هنا سؤال جوهري، لماذا تتعامل الجماهير معه بهذه الطريقة وهو الذي حقق لهم الذي كانوا يحلمون به؟ وعندما يهبط مستواه قليلا نجد استهجانا كبيرا. المنتهي. بعد ذلك تم تداول كلمة المنتهي في الصحافة الإسبانية والإنجليزية وحتى في وطننا العربي، بمعنى أنه لم يعد لاعب كرة قدم. كل ذلك فقط لأنه لم يعد يسجل 50 أو 60 هدفا في الموسم، ولم يعد يحقق دوري أبطال أوروبا كل عام. بعدها انتفض رونالدو وحقق 10، 11، 12، 13، كما نال البالوندور في 3 نسخ مع تحقيقه لأبطال أوروبا. فهل رحمته الجماهير؟ لا، لم تفعل ذلك. فماذا فعل رونالدو أيضا ليكون بموقف دفاعي أيضا ويحقق الألقاب ويرضي الجماهير؟ كريستيانو كسب مع البرتغال بطولتين، هم أول بطولتين في تاريخ البرتغال، كأس أبطال أوروبا، دوري الأمم الأوروبية. الكرامة أهم من المسيرة المهنية. في النهاية رونالدو دفع ثمن قراره بالرحيل من مدريد. العاطفة غلبت عليه عندما ترك الريال واختار كرامته على حساب العقل والمنطق، وغلبت عاطفته أيضا عندما عاد مرة أخرى لليونايتد على حساب المنظومة الأنجح في العالم وهي مانشستر سيتي، ودخل بعدها في فجوة زمنية لم يعد منها إلا عندما وصل إلى ديار السعوديين. وليصدق قول رسولنا الكريم في حديث أبي هريرة عندما قال: إنما بعث لأتمم صالح الأخلاق. لأن العرب قبل الإسلام كان لديهم 16 صفة إيجابية في مكارم الأخلاق، والرسول عليه الصلاة والسلام نزل إلى العرب ليتمم تلك الصفات التي لا تراها عند الغرب. وكما يقول المثل الشعبي: يلي يشوفك بعين شوفه بعينتين. ولذلك وجد رونالدو في السعودية وأرض العرب المحبة والتقدير الكافيين الذي لم يجده عندما كان في عز شبابه مع أندية أوروبا. وأنت عزيزي متابع ستيب سبورت، أعطنا رأيك بكل حيادية وبعيدا عن الانتماء. برأيك كم بطولة سيحرز رونالدو في السعودية؟ وهل سيكسر الأرقام كما كان في أوروبا؟ أخبرنا ذلك بالتعليقات.